معاناتنا معانات كثيرة يعني، ومنها الخدمات. يعني عندنا تكسرات بالشوارع، المداخل مال المنطقة الصناعية عام يعني مهملة بشكل يعني ما يصور العقل، لأن ما من الصعب أنه يدخل واحد على الصناعة يعني، وحتى هذا سبب قطع رزقنا يعني، سعر رزقنا قطع، سيارة صغيرة ما تقدر تدخل الصناعة أبد. إحنا ندفع خدمات وتنظيف وإيجارات، بس ما نشوف أي تنظيف وأي أي خدمة بالنسبة للصناعة، أي خدمة ماكو، أي خدمات ماكو بالمنطقة الصناعية. إحنا ناشدنا عدة مناشدات من خلال قناة الموصلية والبلدية وما حد استجاب لنا، على طول نصلح التكسرات بين يعني إحنا بيناتنا نشارك ونسويها لايطسات، يعني ما نقدر ندخل على محلاتنا، ما نقدر ندخل نهائيا. أهم مطلب هو تبليط الشارع، شارع اللي يؤدي للموقع هذا. يعني تعرف إذا شارع ما مبلط ما حد يفوت، وإحنا هاي صارنا تقريبا يعني من بداية الشتاء إلى حد الآن هذا الشارع انتهى، بلطونا شارع المعامل. هسه مطلوب تكملة مالته، هسه أنت بلطت هذاك دلوف على اليسار وفوت بلط هذا، تعباني يعني ماكو، تعباني سيارة صار ماكو، والله والله ما حد يفوت من عندنا هوني، بس الكيات وهاي اللوريات والله العظيم ما يجون، سيارة صغيرة إلا محله هوني يفوت مجبور يفوت بالدوسة، تأثر على عمل، العمل ويقف يعني، رواد الصناعة ما يجون بعد يشعون بدلاء. والله هنا أصحاب المحلات تعاني يعني من هاي كثرة الطسات والتكسرات بالشوارع، يعني لا يوجد خدمات هنا، ويعني تعرف عالم هنا كله نجبرية وسيارات تعرفهم تعبانة، أكو قسم من الزوار يجون هنا يطمشون عندنا على المعامل يفوتون هاي التكسرات الشوارع هذه، يعني هذا أمر تعرف أنت ما يجوز الواقع يعني هيجي الهمال، ماكو هاي تقريبا صار من التحرير وجاي، ماكو أي أحد راجع على هذا الشوارع، ما حد داعى بها، ما حد طالب بها يعني، وشوف هاي دحق هاي التكسرات هاي الشوارع كلها، يعني هسه هاي تكرم بالشتاء الطيانات والهاي السيارات تحصل قسم منها. أريد أسألك أمر على الإيجارات إيش قد؟ والله الإيجارات تعرف أنت كل من بكيفه يعني ما على قسم منهم على سال القديم قسم منهم جددوها. نسعى بالتبليط للصناعة، هذا الطريق ما نبزعنا والله صار له تقريبا أزد من سنتين، وليك إكرم تيجي طيبين يا أبو أخي لا ستوصل خينا، ترى الشارع يدمر، هذا الشارع محفر بوري يمكن أكون مكسور لي جوه، وكل سنة كل ما ننطي إيجار مال محلات العفو جهة الطيبة يقطعون مال التنظيف، يقطعون مال التنظيف مال الوساخه، يقطعون مال تبليط مال 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 شارع، يقطعون مال ماء وكهرب. يا اخي تعال شوف هذا الشارع شو راح يسوون به عمل، على الواي يجي تبليط، على الواي يجي حاويات، كل شيء نريد على الواي، والله احنا نطلب ليش ما نطلب.